قبل أسبوع على نهاية عام 2020 الذي يصفه معظم اللبنانيين بالأسوأ بسبب كل الأزمات التي مرت على البلاد، ومع انتظار سنة 2021 مع ما يتمناه الجميع من صحة وراحة بال، يسأل البعض هل من حجوزات في الفنادق؟ في بيروت وضواحيها يبدو الوضع غير مشجع على حد تعبير المعنيين، فنسبة الإشغال قليلة جدا نسبة للسنوات السابقة. وإذا خرجنا من بيروت وتحديداً إلى المناطق الجبلية في كسروان وجبيل يبدو الأمر نوعاً ما مغيراً، لكن الأكيد أن هب طلوع وهب نزول هو التعبير الأدق والذي يعكس واقع الفنادق والمطاعم في المنطقة. الاتجاه أنه يكون أحسن من عيد الميلاد أكيد رح يكون أقل من غير سنين، هذا بالنسبة للأوتيلات. بالنسبة للمطاعم منه معروف، لأنه عادة الحجوزات كانت تبقى تصير قبل بوقت، قبل بجمعة وجمعتين وعشر أيام وهيك. هلأ ما في حجوزات، ناطرين إذا في آخر تك حجوزات. شو ناطرين برأس السنة؟ ناطرين تكون أفضل. ما بتصور إنه بس الوضع الاقتصادي اللي عم بخوف، الاثنين سوا، يعني اقتصادي وكورونا. صحيح أن الأزمة الاقتصادية لها الأثر السلبي الأكبر على اللبنانيين جميعاً ومنعتهم من تمضية أيام العيد كما اعتادوا، فالقدرة الشرائية والصرف أصبح أقل، لكن للأزمة الصحية في ظل جائحة كورونا أثر أيضاً، وغياب الثلج عن الجبال عامل آخر. الثلج عنصر أساسي بالمنطقة، والسنة ما في ثلج لهلأ، بس بكل الحالات كان جمعة رأس السنة لو كان ما في ثلج كان تبقى فيها حركة أكثر. لو كان الاقتصاد منيح والكورونا مش موجود كنا ساعتها بنقول العمل الوحيد هو التلجات، او تلجي او منا تلجي. بس هلأ لانه في عمل اقتصادي موجود، القدرة الشرائية مش موجودة، الاسعار يلي عم تنعمل حتى لو بتلاقيها غالية باللبناني منا قادر تعمل شغل للمستثمرين، والكورونا اللي موجود كله بيأثر. جائحة كورونا ليست عائقاً ليمضي البعض سهرة رأس السنة في الفنادق والمطاعم، فالالتزام بالإجراءات الوقائية والحفاظ على سلامة الزبائن والموظفين أولوية. 50% استيعاب عم تتاخد، تعقيم ورش أدوية كمان عم ينعمل، الموظفين كلهم بيلبسوا كمامات، الاحتياطات المطلوبة عم تنعمل، بس ما في شيء بيمنع أنه الزبون رح بيخاف، مع العلم انه في ناس ما بخافوا، يعني بتحسين انه مقربين وما عندهم مشكل، بس المعظم بخاف. في لبنان كما العادة مشاهد متفاوتة، هنا الحجوزات مفولة وهناك منشفة، لكن الأكيد أن هذه السنة لا تشبه أي من سابقاتها على كل المستويات، وبالتحديد القطاع السياحي في الفنادق والمطاعم، والأمل أن لا تشبه أي من السنوات المقبلة.